لا بيعزنا ولا حاجة، كله بتمن. واديني نازلة بكرة الصبح اصور له الفيلم ان شاء الله. على فكرة بقى، انا التصوير ده رجل على رجلك فيه. ما ينفعش. ليه؟ مشهد عاطفي؟ لا، اصلي هنسى الكلام اللي انا حافظاه ومش هعرف امثله. انا بقول بقى يعني انك تروح تقعد جنب منيرة عشان هي حامل وغلبانة، محتاجة برضو ترعاها وتشبع منها، اصلها عظمة كبيرة وممكن يحصل لها اي حاجة وهي بتنزل العيل. عن اذنكم بقى علشان انا عندي بكرة صحيان بدري. تصوير موفق ان شاء الله يا حاجة. اموت واعرف حبلت منيرة دي ازاي. ضربت حاجة يا خالد؟ طبيعي وحياتك، طبيعي. تلاتة بالله العظيم انا هين عليا، اقوم البس دلوقتي واجي معاك مصر واطب على اللي اسمها صفية دي واشوفها تعبانة ولا ايه. انا عارف يا منى مش تعبانة ولا حاجة، كل الحكاية زي ما قلت لحضرتك كده، بيحاولوا يكسبوا وقت. وقت؟ وقت الايه؟ يا لهوي دول 3 شهور. هما هيفضلوا يخلوا في نفسهم كده يا اما، مش هيوصلوا لاي حاجه. بقولك ايه، انا لازم امشي عشان اتاخرت. بتقعد شويه يلا يا اما، عشان السكه وفاطمه كل شويه بتكلمني في التليفون. انت يا ابني يعني بتيجي كل يوم؟ معلش المره الجايه ان شاء الله. طب اقعد وانا اقرا لك. لا 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 لا، عشان خاطري انا عرفت نصيبي خلاص. صباح الخير يا اما. تمام اهله، شوفي بقى الخير. طب ابويا وقفل عليه اوضته، مش عاوز يشوفني عشان مش عايز يعرف ايه اللي بيحصل. انت بقى فينك؟ انت ازيك؟ انا الحمد لله زي الفل، لسه راجع من المحكمه، قلت اشوفكم. سالت عليكي قالوا ان انت نايمه، انت كويسه؟ الحمد لله. مش عاوزة بقى تعرفي ايه اللي حصل؟ باين من صوتك ووشك ان كل حاجة ماشية زي ما انت عاوز. ان شاء الله بس تكمل على خير من غير ما حد يتعور. محدش بيتعور الا اللي بياخد حاجة مش بتاعته. وهتشوفي. انت مش عاوزة حاجة؟ عاوزاك كويس يا ايهاب. ممكن تفضل كويس؟ سلميلي على ابوكي وقولي له هانت. تصبح على خير. اوضه 112 فيه لو سمحتي. اتفضل معايا اوصلك. ايه اللي حصل؟ 4 عربيات دخلوا في بعض، 5 بني ادمين ماتوا والحمد لله. مدام شريفه يا دوبك كسر صغير في دراعها. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. اتفضل. شكرا. الحمد لله على السلامة. قالوا لي إنك كويسة. أنت كويسة؟ أنا كلمت إسماعيل أبو العزم وطلبت منه يلغي كل اللي كان هيحصل النهارده. نعم يا روح امك. كلمت مين يا اختي؟ انا شفت الموت بعيني. ربنا دوق ابوي. في لحظه رحت هناك ورجعت تاني هنا. بصيت على نفسي شفت وسخة كتير، وسخة كتير أوي. مقدرش أروح له بيها ولا قبله. بتخرفي صح. بقولك بقى بروح أمك، أنا عايزك تفوقيلي عشان نتكلم مع بعض كده الكلمتين اللي فيهم الشفا. سمعني ولا لأ؟ سحلتني معاك في حدوتة الأرض دي من ساعة ما بدأت. سحبتني واحدة واحدة لغاية ما طلعت أوسخ حاجة فيني. في الأول
الأول وفقتك. وفقتك تضحك على منيرة الغلبانة وتنصب عليها عشان أخد فلوسي. بعد كده سعيت إن أنا أزوق الست الكبيرة على شهادة الزور. أنا عارفة إنها شهادة زور. بعد كده فكرت أزيد. فكرت؟ لا، أنا سعيت وخططت وكنت هنفذ. كنت هدمر حياة بني آدم بريء. كل ده عشان الفلوس. برافو، ممثلة هايلة. حلو قوي البقين الحمضانين اللي انت قلتيهم دولت. انا عايزك بقى تركزي معايا. هتكلمي اسماعيل ابو العز وهتقولي له كل اللي احنا اتفقنا عليه يتنفذ وبالحرف. سامعة؟ طلقني يا خيل، طلقني او ما تطلقنيش انا هبريك. ده سقطت من نظري، سقطت من نظري يوم ما خليتني اروح لاسماعيل ابو العزم. انت بتقولي الحاج خالد مخلوف اللي لمك من الشوارع تنزلت من نظري وكمان عايزه تطلقي؟ ده انا ادفن امك مطرح ما انت نايمه. ما تقدرش تعمل حاجه لاني هفضحك. فاهم يعني ايه هفضحك؟ وحتى لو ما عملتش كده أنا أقدر أسلط عليك إسماعيل أبو العزم، وأنت عارف هو يقدر يعمل معك إيه. إنساني يا خالد، إنساني وسيبني في حالي. كل اللي بيني وبينك هو الولاد وبس، وأنا أقدر أربي ولادي كويس. وحياة أمك لو ما سحبت كلامك هتفنك مطرحك. لا 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 لا، ما تقلقيش خالص، أنا معايا كل ورق العربية. بص يا ستي، احنا هناخد الراجل وهنطلع على الشهر العقاري نص ساعة ومش هنتأخر خالص. طب ماشي. تمام تمام، متشكر قوي يا رانيا. لا لا لا، مش هلطعك ولا حاجة، أنا لبست خلاص وهتحرك اهو. يلا مع السلامة. عربية ايه وشهر عقاري ايه يا عمر؟ مش عيب برضو لما تقفي تتصنطي على جوزك؟ انا كنت داخلة وسمعتك، ممكن افهم؟ لا ما تشغليش بالك انتي. يعني ايه ما اشغلش بالي؟ هو انت هتبيع عربيتك لرانيا؟ بص حبيبتي، انا عندي مشوار دلوقتي هخلصه ولما نرجع نبقى نتكلم مع بعض. اوكي؟ انت مش هتنزل من البيت غير لما تقولي كل حاجة. انت بتتابع رانيا ليه؟ ها؟ وعايز تبقى لها العربية ليه أصلا؟ عشان هفتح مكتب يا تقى، هفتح مكتب يبقى بتاعي، هبيع عربيتي عشان بفلوسها عشان رانيا في مكتب يكون بتاعي، فهمتي؟ ايه يا جماعة في ايه؟ بتزعقوا ليه؟ اتفضلي، أخوكي، أخوكي بدأ يسلم، أخوكي بيبيع، عايز يبيع عربيته، أنت عارف ده معناه ايه؟ معناه إني فقت، معناه إني فقت، أنت اللي لسه ما فقتيش. أنا هشتغل يا تقى، هشتغل زي البني ادمين، فهماني؟ انا مش هفضل قاعد في البيت اولول على فلوس عمرها ما هتيجي. نعم؟ فلوس عمرها ما هتيجي؟
يعني ايه فلوس عمرها ما هتيجي؟ انت ما قلتليش كده عشان كنت حمار. كنت ابن 60 كلب لما قلتلك ان الفلوس دي هتيجي. كنت استاهل الشنق والضرب بالكزم لما قلتلك ان في فلوس اصلا. لكن خلاص خلاص يا تقى، ما بقاش في ايدينا حاجه، مش هنقدر نعمل حاجه، فهمتي؟ تعالى هنا، انت رايح فين؟ انت مش هتبيع العربيه، انت فاهم؟ الفلوس هتيجي يا عمر. قولي لاخوك فوقيه، قولي له حاجه. انا فقت بس 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 لقيت بتتفرج عليكم، حرام عليكم. انا فقت، انت ده لسه ما فقتيش ومش عايزه تفوقي. تقدري تقولي لي احنا ناقصنا ايه؟ انت ناقصك ايه؟ ناقصك ايه؟ كل حاجه موجوده زي الفل. ايه؟ احنا مش ناقصنا حاجه، والله العظيم ما ناقصنا حاجه. انا مش هقعد لك في البيت ده، اشبع بيه بقى، عشان انا خلاص انا ما اعرفكش. انت مين انت؟ مش انت الراجل اللي انا حبيته؟ لا مش انت عمر، انا مش طياك، انا بكرهك يا عمر، بكرهك. بس بقى بس بقى كفايه بقى، انا زهقت. في ايه؟ طب ايه رايك بقى؟ طب ايه رايك ان حتى لو الفلوس دي جت هنفضل عايشين نفس عيشتنا هنا في البيت ده وفي البلد دي وعيالنا في نفس المدارس، وانا هشتغل هشتغل يا تقى زي اي بني ادم المفروض انه يشتغل، وانت كمان لازم ترجعي لشغلك زي ما كنت بالظبط. هو ده اللي لازم يحصل. هي دي عيشتنا من الاخر، هو ده اللي هنعيشه. مفيش عيشه تانيه، مفيش بلد تانيه، مفيش مدارس تانيه، مفيش هجره، مفيش كندا، مفيش زفت. انت لازم تفوقي، فهماني؟ اصحي وفوقي وحسي باللي احنا فيه. ينعل ابو شكلك. انت مش عايزه اشوف وشك هنا، انت سامعه؟ ايه؟ ايه اللي انت عملته ده؟ انت جننت؟ ايوه عمر، انت جننت؟ انت تضرب طه؟ انا مش مصدقه، مش مصدقه. والنبي حنان سيبيني في حالي، انا مش فاضيلك، انا عندي مشوار ولازم اتحرك. مشوار ايه يا اخي؟ حرام عليك، حرام عليك، ده على شعره بدل ما تهديها تعمل معاها كده. وانت مش شايفه شكلها بقى عامل ازاي؟ مش شايفه الكلام اللي بتقوله يبقى ايه؟ انا زهقت، زهقت يا حنان، زهقت من كتر الطبطبه والمحايله والمداديه والبوس والاحضان، زهقت. تعبانه تعبانه يا بني ادم، تعبانه تعبانه. لو انت ما تستحملهاش مين يعمل كده؟ بدل ما تستحملها وتطبطب عليها تعمل فيها كده يا عمر، تعمل فيها كده. والله العظيم استحملتها كتير قوي وطبطبت كتير قوي، ما بقاش عندي طاقه، بقيت شايف الامور كلها قدام عينيا، ما بقاش عندي جهد اطبطب تاني. صدقيني يا حنان ما بقاش عندي جهد، اقسم بالله انا مش مصدقه، انا مش مصدقه اللي بيحصل لنا. هو احنا بيحصل لنا ايه؟ لا صدقي صدقي صدقي، زي ما انا صدقت لازم كلنا في الوقت ده بالذات نصدق بدل ما نتجنن.